اهلا بكم في مقطع جديد من لعبة ديستني 2. طبعا زي ما عرفنا انه في الابديت الاخير للاضافة الهاند كانون تعمل لها تضعيف للمدى حقه او الرينج، ففي بعض البركات تقدر تعوض لك الرينج هذا اللي نقص او ضعفوه. فانا بعرض لكم كم سلاح كده بيعوض لك نوعا ما التضعيف اللي صار للسلاح. بس قبل لا نروح نبدأ في الموضوع، في كم شخص سألني كيف يقدر يعمل انفيوز او انه يرفع، مثلا زي عندي هنا الثورن 750 ابى ارفعه واخليه 950، فكيف اقدر ارفع 950؟ بكل بساطة تروح على طبعا كيف تقدر ترفع الأسلحة اللي تقدر ترفعها اللي هي الجندري والإكزوتيك. الرير ما يمديك ترفع الباور حقها واللايت، فتضغط مثلث أو واي على السلاح اللي أنت تبي ترفع الباور حقه، بتروح هنا انفيوز، تختار السلاح اللي أنت تبي تعمل له انفيوز. طبعا السلاح عادة أنت ما بتحتاج أنك تلعب فيه، زي هذا مثلا عندي الجوفيجر ما هو قد كده الرول حقه ما احتاجه. فعشان ارفع الباور حق الثورن فانا احتاج اني انا اكسر هذا السلاح او اعمل له ديسمنتل. احتاج القطعة السلاح او الدرع اللي انا هعمل لها ديسمنتل، واحتاج الابجريد مديول اللي انا اقدر اشتريه من بانشي اللي هو القطعة المربعة دي، تلاقوها عند بانشي وموجودة هنا لو تلاحظوا في نفس الجوفيجر تحت ناحية الديسمنتل هتلاقي عندي 2 من 1 اللي هو الابجريد مديول، وتضغط اكس او تضغط مربع وخلاص كده انت رفعت الباور حقه مثلا من 750 ل 950 كأعلى باور عندك. هذه هي الطريقة بحيث انك انت تقدر ترفع الباور حق الاسلحة او الدروع اللي انت تحتاج تركبها وتستخدمها بحيث انه يكون مطابق للباور حقك اللي هو مثلا 950 او 960 على حسب ما انت تطلع. طبعا اقصى شيء تقدر تطلع له 960 حاليا بدون الارتفاق طبعا. والدروع نفس الشيء، الاكزوتيك او الرير فقط، بتروح هنا تلاقي الانفيوز هاي موجودة هنا، تختار اي درع اعلى منك بتركبه. طيب نرجع الان لموضوعنا الاساسي اللي هو الهاند كانون. طبعا قبل لا نبدا في الهاند كانون، ايش الهاند كانون اللي انا احب العب فيه حاليا؟ انا العب بيتر ديفلز، العب كريمزن، مع انه كريمزن يعتبر بولس رايفل اكثر من انه هاند كانون، ايس اوف سبيد طبعا، اللاست وورد ما يحتاج، والثور. ولكن كاقوى ثور كترتيب يعني ثور، ايس اوف سبيد، كريمزن، بيتر ديفلز، سانشوت. سانشوت طبعا يعتبر بعد بالنسبة لي يعتبر بعد الثورن على طول، يتحس فيه الرينج حقه ما زال ماسك. وتاني شيء السانشوت فيه له نفس البيرك اللي أنا بتكلم عنه اليوم اللي هو هذا البيرك الإكسبلوسيف بيلوت. الإكسبلوسيف بيلوت وانت بتطلق غير الدمج حقك بيسوي دمج إضافي كمتفجرات، حتى لو تشوف الطلقة متفجر إكسبلوزيف يعني متفجر. نفس الشيء الايس اوف سبيد فيه نفس البيرك مكتوب، حتى لو تشوف هنا في البيرك الأساسي إكسبلوزيف راوند يقول لك this weapon fires إكسبلوزيف راوند، يعني فيه برضو طلقات متفجرة. فالطلقة المتفجرة مهما بعد الرينج تقريبا، يعني أنا ما جربت رينج مرة بعيد، ولكن الرينج المعقول للهاند كانون الاقي انه الاكسبلوسيف بيلود او الاكسبلوسيف راوند ما بيضعف دمجها. الحين بوريكم انا مع الاوجر، بس خليه يجيني هنا انا قريب. هذا طبعا قريب، لو لاحظنا في دمج الاكسبلوسيف بيلود مع الدمج الاضافي. حتى لو اخرت كان هنا كم عندنا مثلا دمج الاكسبلوسيف 1206، هروح خليني بعيد شوية كده واطلق عليه واشوف هل بينقص 1206 ولا لا.
طبعا الدمج الثاني بينقص، الاساسي للسلاح بينقص 1200، حتى لو انه اكثر ممكن يعطيك، شوف 1211، بس الدمج الثاني شوف 620، الدمج الاساسي اقصد 620، بس الدمج حق الاكسبلوسيف ما بينقص 1200. طبعا انا جربت على رينج اعلى من كذا برضو ما نقص، لكن مو هنا، طبعا هنا هذا ممكن اعلى شيء اوصل له، الا لو طلع الاوجر فوق نقدر، لو قربنا حنلاقي هنا 1800 وهناك طلعنا 600، تقريبا النص نزل الدمج. حتى لو غيرنا مثلا السلاح الثاني، طبعا واحد حيقول لي لا انا بدي العب كل كليب، ابى العب رامبج يعوضني، انا معاك انه يعوضك، بس الاكسبلوسيف فيلود انا بتكلم على البي في اي، ما بتكلم على الكروسبول، ممكن هنا يفيدك في الكروسبول كثير الكل كليب، لكن هنا كبي في اي ما بتمشي بتضرب الاكسبلوسيف راوند، هذه ممكن تكون نفس دمجها نفس دمج الطلقه العاديه لو انت تضرب من شويه بعيد من مسافه ابعد، فتفيدك كثير في البي في اي. طبعا هذا شوف الدمج طبعا اللي من غير الاكسبلوسيف يكون عالي، ولكن لو جيت تحسب المجمل هتلاقي انه برضو الاكسبلوسيف بيلود اعلى الدمج الاجمالي، انت تقدر تحسبه بنفسك وتشوف، الا لو تفعل طبعا الكل كليب راح يديك دمج اعلى طبعا من الاكسبلوسيف بيلود، ولكن احنا بنقول انه الرينج عشان تساعدني او تعوضني من الرينج اللي طاح. حتى لو رحنا مثلا لسلاح ثاني، طبعا هنا كم شفنا الدمج 2700 تقريبا، هنا هذا نفس ال 140 راوند نفس ال بيتر ديفلز، هنجي نضرب به كم يطلع لنا نفس الشيء، بس انت غيرت لل الاكسبلوسيف راوند ادانا 1800 و1200، يعني تقريبا 3000، يعني اعلى حتى من الدمج العادي. فما ادري، انا مستمتع بالبيرك هذا صراحه حاليا، يعني بعد ما صار التضعيف للهاند كانون البيرك هذا انا رجعت له شوف انه كويس. ثاني شيء الاكسبلوسيف بايلوت بيخلي الانمي اللي قدامك يهتز السلاح اللي في يده، يعني يصير عنده فلينش، الايم حقه ما يصير يترفع على فوق، الايم تشوف الايم حقه يترفع على فوق، هذا هو ميزه كمان الاكسبلوسيف بايلوت. طبعا السان شوت فيه له نفس قلنا نفس البرك، عشان كده برضه انا احب العب بالسان شوت. لاحظنا هنا نفس الشيء فيه نفس البرك، طبعا السان شوت 1500 فهتلاقي انه الدمج اضعف شويه من البتر ديفلز، ولكن السان شوت جبار الرينج حقه احلى احلى من البتر ديفلز، هنشوف دحين نجرب. هذا جابه ده هنا خليك بعيد او طلع هناك بعيد كويس، هذا الحيوان ده يزعجون اخي يذبحهم. خليه يروح البيرك، طبعا انا اخذت البيرك هذا اللي هنا يفعل لي. خلينا نجرب سان شوت، الفلينش اللي هو اللي بيسويه اللي هو الاوجر بيهتز السلاح حقي فوق، ماني قادر اديله كريت. 500 تقريبا قريبة 600، فحلو الرينج حقه حتى لو انك بتستخدم اكزوتيك يكون فيه متعة في اللعب، السان شوت مرة ممتع صراحة. وفي الكروسبل استخدم الثور وال لاست وورد، استخدم هذول الاثنين في الكروسبل، طبعا معاهم الايس اوف سبيد يعني محتاج ثلاثة دول كويسين في الكروسبل. طبعا هذا هو اللي كان اليوم بدي احاول اتكلم فيه، اللي هو الاكسبلوسيف بيلود، البيرك حق الاكسبلوسيف بيلود مرة حلو.
استخدم كذا. طبعا اسهل سلاح انك تطلع فيه البيركادو هو البيتر ديفلز، روح العب كروسبل واحتمال كبير يطح لك، ولو ما طح لك روح فك النجرامات عند شاك لورد شاك حيطح لك ان شاء الله. طبعا انا عندي فيه نسخ منه كثير، فاجيب بس نسختين كده عشان اعرضها عليكم. طيب الان اترككم مع جيم بلاي كده بسيط ان شاء الله انه يعجبكم، حلعب فيه بالبيتر ديفلز والسانشوت مع بعض، وتمنياتي لكم بيوم سعيد، ونشوفكم في مقطع جديد باذن الله. مع السلامة. هذا السنشوت طبعا في الاكسلوسيف بيلوت و دراغون فلاي او فاير فلاي، شوف بيتفجر بيفجر اللي حوالينه كله لما بيموت، سواء ديتو كريت او انك ضربته في بطنه، يعني ما يحتاج، شوف هذا في بطنه فبيسوي دمج حلو. ميزة السنشوت انه اهتزازه قليل، ما هو ذاك الشيء، شو الاهتزاز حلو حقه، يعني تقدر تتحكم بالسلاح ما في اي مشاكل. شفت كيف ذبحت واحد سوت كم متفجر؟ فنحن بنتكلم المقطع ده السلاح الممتع انك انت تلعب فيه، ان انت بتلعب دستني في بعض الاطوار انت بس تبى تستمتع فيه، تبى سلاح تستمتع فيه، فالسان شوت من الأسلحة اللي تقدر تستمتع فيها، إنه هو تشوف المتفجرات هذه ترى تمتعك لما يكون في كثير انمي جنب بعض يسوي لك متعة. والبتر ديفلز ما يحتاج، حوريكم أنا، شوف الانمي كيف بيطير، وهذا طبعا قوة الإكسبلوسيف بايلوت، حتى الرينج حقه كويس، يعني شوف هذا يعتبر رينج عالي، لكن أنا ما صار عندي النيرف اللي صار في الهاند كانون العادي. شوف ملاحظين حتى الدمج الاكسبلوسيف بيلود اعلى من دمج الكريت، لاحظ انت حتى لو تقدر تستعيد المقطع شويه كده هتشوف انه دمج الكريت على المسافات البعيده الرينج، مثلا ده الرينج، هتشوف الاكسبلوسيف بيلود اعلى، عشان كذا اقول لك انت تقدر تعوض الدمج اللي طاح. هي مثلا النايت هذا دمجناه 1000 وبالاكسبلوسيف بيلود 2000، فهنا يسوي لك زي التعويض. هي كل الفكره انه ايش، كيف انا اقدر اعوض الدمج هذا اللي ضعفه. ما تعرف انت بتلعب في البي في اي، انت بتمشي وبتدبح، ما همك ان اعشي جوبا كل كليب والكلام ده، ممكن حتى لو بالكل كليب او بالرامبج بيطيح عندك الدمج، حتى لو انك كنت من بعيد دمج برضو بيطيح، ما بيكون على اعلى شيء. فطبعا هو قرار ليك يرجع، لكن انا اعطيك شيء ممكن يساعدك وانت حر، يعني ممكن تقول لا والله انا مو عاجبني الاكسبلوسيف بيل ده ولا بلعب فيه، هذا كل واحد يرجع له، كل واحد على حسب هو متعته كيف يلعب ويستمتع في اللعبة. الله ماني شايف الساحرة من الدخان، بس قاعد اطلق على الاسم حقه. طبعا ما مركز كثير في الجيم بلاي، ولكن قاعد مركز معاكم كيف اشرح لكم البير كيف يشتغل، يعني ممكن من ضربة واحدة تشيل واحدة هيد شوت خلاص راح، مع السلامة. ما شاء الله الناس اللي ايمه مضبوط وتحب تلعب كثير بالهاند كانون، او انه يتعود على الهاند كانون ده، ترى مره انت ممتاز يكون لعبك، ولكن زي ما قلت لكم المدى حقه ضعيف الهاند كانون، مو زي زمان. زمان كان المدى حقه ممتاز جدا، كان هو اقوى شيء في الكروسبل. حاليا اشوف انا السكاوت والبولس رايفل الاثنين دول بدأوا بسيطرتهم اكثر، ولكن ان كنت انت ما زلت تحب تلعب هاند كانون جرب الثور، وإن شاء الله راح تدعي لي.
الثور مرة ممتاز في الكرسبر حاليا. ولا الأوغر معصب، شايفين انتو من أول قاعد يصرخ حين يجيك لا تشيل هم. طبعا دوينا أول ما تفوت تدوح الثلاث سحرات وتفك الكريستالات، إيش الكريستالات بيرسبن هو بعد كيف في كريستال اللي فوق دي تفجره يرسبن. أعتقد أغلبكم لعب السكتر ده في سارو هاربر في مون في القمر. والله ما نعرف فين طلقاتي راحت، ما اشوف شيء مع الدخان ولا الشاشه عندي مسوده، ما نعرف شو الموضوع. هذا اخر كريستاله، بعد كده مره وزعلان مننا صح؟ لا